مالي والي ماكو شي ماكو شي ماكو شي اخ ماكو شي شبيك ماكو شي حبيب ماكو شي ماكو شي ما لك اذا ولك شبيك ايدي خلي شيلي دخل اشوف ايدي شيلي دخل اشوف ولك من على اللي يقول عليك ادمي انا نعيم الاسود ولك نعيم لك نعيم تعال لك ماكو شي ماكو شي هسه داويه هسه داويه ولك شنو ماكو شي شنو الداوي ماكو عندنا ماكو ابنه هاي موجود عندي وعندي خوش غاره اصلي هسه لزقها له وكل شيء ولك شلون تلزق لي ما تقول لي قابل جوده لي ولك دكتور وينك دكتور الحقنا استاذ طارق حبيبي يعني ماكو داعي تربحني بالمحله يعني هسه هاي جره موس بسيطه دكتور يا معود طارق طارق استغفر الله من الصباح يا فتاح يا رزاق يا عليم ما تقولوا لي ايش بيكم صياحتكم من الصباح بعد حتى ما مستفتحين يا معود شوف ايش بيه جيب اشوف جيب اجيب اشوف انت وقت حكي شو شو قلنا من ورا لا 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 ايش صاير بي ولكم هذا لغم منفجر عليه اي حبيبي مو كان باليابان وهيروشيما انفجرت عليه هي جره موس ما تقول لي جره موس شوف ولك يا جرد موز اذن الولد ماكو وين هنا هاي اذن الولد هاك هاي اذن الولد لزكها لو عندي غرس اجيب لك اياه شو اسوي قمره تعالي حضري غرفه العمليات الكبرى بسرعه لك يا كبرى تعال يا كبرى عمليات الكبرى ها حضريها بسرعه يا كبرى راح تزرع لك لي انت يا كبرى صابونه تعال 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 تعرفوا الجو وقع على الوصل وصلش وصل وصل مال العمليه لك اي مو دا اقول لك ولك دا اقول لك عمليه كبرى انت ما جاي تفتهم اي غبي لك قابل انا فجرت اللغم نعيم فجرت اني ما اعرف واحد منكم لازم يوقع على الوصل انت هو ما لي علاقه دكتور عيم. دكتور ترى الولد ينزف هوايه اذا ما تسوي شيء دقيقتين راح يصير راح يروح من عندنا دكتور 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 انت بلش بالعمليه واني راح اسوي جمعيه الحمودي من اهل المحله تمام بس لا تتاخرين دلال لا تتاخرين قمره ايه فوتي مددي على السد يا بسرعه يلا ميسون ليش الواحد عنده اذانات اثنين